موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نبدأ إن شاء الله سورة جديدة من سور القرآن الكريم وهي سورة هود. نقدم قبل الشروع في تفسيرها بمقدمة. أما اسمها فهي سورة هود، وسميت كذلك لتكرار اسم نبي الله هود عليه السلام فيها، تكرر فيها 5 مرات، ولأن ما حكي عنه فيها أطول مما حكي عنه في غيرها كما قال صاحب التحرير والتنوير. جاء في فضل هذه السورة قول النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع. هذه السور اشتملت على التذكير باليوم الآخر، على التعريف بالرب سبحانه وتعالى، على ما جاء من قصص الأنبياء وعقوبة المكذبين، ولذا كانت سببا في حصول وظهور الشيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أول السورة فبدأت بالأمر بعبادة الله: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وختمت كذلك بالأمر بالعبادة: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. هذا يبين الحكمة من خلق الإنسان وهي عبادة الله تعالى. من مواضيع السورة المباركة استعراض العقيدة عبر التاريخ من لدن نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، لتقرير أنها جاءت بحقيقة واحدة وهي لا إله إلا الله فلا يعبد سواه. ثانيا عرض مواقف الرسل، عرض مواقف الرسل عليهم السلام مع أقوامهم، كيف تلقوا الإعراض والتكذيب والسخرية والأذى والتهديد باليقين والثبات والصبر. ثالثا إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق دعوته بإخباره بقصص الأمم السابقة وتفاصيل كل قصة. رابعا الوصية الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته في مواجهة التحديات الصعبة والظروف القاسية، وهذا يتمثل في قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. عدم الطغيان لا تطغوا، عدم الركون إلى الظالمين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. المحافظة على إقامة الصلاة: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. الوصية بالصبر: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن لطائف وفوائد هذه السورة الاستقامة، والاستقامة تعالج مشكلة فقدان الأمل لأنها تجعل صاحبها يحسن الظن بالله. تعالج أيضا مشكلة التوقف عن الإصلاح، فبعض الناس ربما ساءهم ما يرون من الواقع الذي يعيشونه من انتشار الظلم والمعاصي والفجور، فربما توقف عن الإصلاح. الآية أو السورة تأمرنا وتشير إلى هذه القضية الخطيرة، وألا نربط بين صلاح الأحوال وصلاح الأعمال، بل نجتهد في إصلاح الواقع قدر المستطاع. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. أيضا عدم الطغيان، وهذه تعالج مشكلة التهور واللجوء إلى العنف في غير محله. ثالثا عدم الركون، عدم الاستسلام للعدو، عدم تقليده، عدم الانبهار بحضارته لئلا يفقد المسلم هويته بل يعتز بإسلامه. رابعا لما كان الأمر بالتوازن يصعب على النفس البشرية، أشار الله عز وجل في الآية الكريمة إلى أهمية الصحبة الصالحة: فالمؤمن قوي بإخوانه. قال الحسن رحمه الله: سبحان الذي جعل اعتدال الدين بين لا أين لا تطغوا ولا تركنوا.
فالإنسان إذا أخذ بذلك يحقق التوازن. في قوله تعالى إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أي ابن نوح بعد أن أهلكه الله، ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم، أو ليس من أهل دينك ولا ولايتك، إنه عمل غير صالح تحتمل عدة معاني. فالولد قد يسمى عملا كما يسمى كسبا، كما في الحديث أولادكم من كسبكم، فهذا الولد كسب غير صالح. أن يكون الضمير في إنه عائد على السؤال، أي هذا السؤال يا نوح يعتبر عمل غير صالح، لأنك تعلم أن المؤمنين بك فقط هم الذين سينجون. أن يكون الضمير في إنه عائد على ابن نوح نفسه، يعني إنه ذو عمل غير صالح. ونبدأ غدا إن شاء الله تفسير هذه السورة المباركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.